صباح الخير. السؤال بيطرح نفسه كل يوم، يا مرة إيش ناكل بكرة؟ إيش بدك تطبخي لي بكرة؟ قلت له تفضل اطلب واتمنى. قال لي عندك بانجان؟ قلت له إيه. ولحمة؟ قلت له إيه. كبابي؟ قلت له إيه. قال لي اعملي لي وصفة كباب بانجان. قلت له يا رجال ما عندي فليفلة حمراء وما عندي فليفلة خضراء وما عندي بصل. قال لي أوف أوف، إيش نسيتي؟ كلمتك المعهودة جود بالموجود. يلا على المطبخ نقول بسم الله. وصفتنا كباب بانجان. أول مرحلة أنا بحاجة لدهنة، ورق غار، حبهال، عود، قرفة، وراح أحطها على النار. بصراحة هاي اللي بدها تعطي طعم مميز. راح تسأليني البديل تكون اللحمة مدهنة. مرحلة رح نقطع البانجان ونرش له ملح. المفروض البانجان يكون أسود وطويل، ولكن البديل جود بالموجود، وين المشكلة؟ المهم ما يكون مبزر. البعض بحب يقشره درب ودرب، وبصراحة شكله كتير بطلع حلو. إذا بتحبوا التكتكة دائما الرأس والنهاية بحطوها على جنب وبيقسموا الباقي مشان يصير في تناسق، بس نحن جود بالموجود. رح أرش ملح وأتركهم لمدة ساعة. تبلناهن ولقطت بانجان مخباية، هاي هي اللي بدي إياها، هيك المفروض يكونوا. إيش معناتها كبابة؟ يعني كبابة ناعمة من دارة دورين، ويفضل تكون مدهنة بتطلع أطيب بصراحة، وبتسقسق البانجان، بتعطي طراوة للبانجان وقت بتكون مدهنة اللحمة. راح نحط ملح وبهار حلبي اللي هو 7 مكونات، موجودة مقاديره بقناتي بالجرام، وفليفلة حمراء يابسة ومندعكها، وجنبنا مي باردة ومنشكلها كرات. حبي أعطي معلومة خالي، نحن وقت منحط الكباب على السيخ بينزل معنا، ليش؟ لأنه الكبابة بتكون سخنة، لازم تكون باردة لحتى تدبق معي. حتى هون على الباذنجان بتلاقيها بتدبق، شوفي دبقت ما نزلت، هاي معلومة كتير ضرورية. هاي الدهنة اللي سليتها، جبت المصفي ووزعت الدهن بقاع الصينية، ورح أرفع المنكهات العطرية، تعطي طعم خيال للبانجان والكبابة، وبتعطيهم رطوبة. الكبابة باردة، انتبهي لهالنقطة، تدبق معك بسرعة. شايفة شلون لزقت؟ وبصفهم بهالشكل، وبحمي الفرن مسبقا على حرارة 180-200، ما في مشكلة. وزعي الحرارة من فوق وتحت، بعدين طفي من فوق النار وتركي النار من تحت، بضغطهم على بعض. للأمانة كذوق شخصي عادة بضيف فليفلة خضرة ترانشات وفليفلة حمراء ترانشات، وبحط جزء بسيط ترانشات بصل ونص بندورة، تعطي طعم من أروع ما يكون. تمام؟ بس هون جود بالموجود عملته بطريقة الشوي تماما، حتى لو شويته بالسيخ وعلى المنقل بضم فليفلة خضراء وفليفلة حمراء وبشويهم. شايفة شلون؟ شلت المنكهات العطرية وبدأ سخن الدسم، وبدي أصبه فوقه، حطيت بقاع الصينية، وبعد ما صفيته وزعت الدهن. بدك تقلي لي خالي إيش البديل؟ سمنة جود بالموجود. أمانة ارجعوا لأيام زمان وجيبوا دهن واستعملوه كسمن عربي بجنن وهو المفيد. أصول شوي الكباب بانجان على الفحم. نحن بدنا ناخذ البديل، شعلت هالنار وأخذت فحمة أرجيلة بس طبيعية لآخذ طعم الشواء.
شعلت النار وحطيت هالفحمات ليصيروا جمر، منشوف إيش نعمل. أكيد رح نتفقد الوصفة، طالعتها. أكيد البانجان بزل سوائل وتجانس مع الدهن اللي حطيناها. رشيت صنوبر، إذا حبيتي ترشي رشي صنوبر، وباخد من الدهن نفسه بسقي البانجان، عم بعطيه رطوبة مشان ما ينشف بالفرن. هلأ رح أدخله للفرن لحتى ياخد الصنوبر لون ذهبي، معناتها أخدت استواء كامل. ودوقي حبة بانجان إذا حبيتي. فعلا ولا أطيب. بتمنى من الطيبين اللايك لكتير، لأنه اللايك مهم جدا، هو اللي بيخلي اليوتيوب يقترح هالفيديو المفيد. ممكن لو كان عندي فليفلة حمراء كنت قسمتها ترانشات، بحطها على الداير بيطلع شكل جميل وبيعطي لون ولا أروع. هون جبت سلوفاني، حطيت معلقة زيت، أي زيت عندك، ممكن دهنة ممكن شحمة، بدي أدخنها وآخذ طعم الشواء. أخذت استواء كامل، تتاكل غموز بالعشرات، وفعلا يا عين صبي دمع، ربي يجعلها دموع الفرح. حطيت هالفحم اللي صارت جمر وطلعت هالدخنة بخفة، بحكم إغلاقها بسلوفان وبتركها لمدة 10 دقايق. برفع السلوفانة وباخد طعم شواء المنقل. مثل ما قلت لك ما عندي غير هالقرن الفليفلة الخضرة، فرمته، وهي فليفلة حسكولية بسموها. اتمنيت يكون عندي فليفلة حمراء كنت حطيتها على الداير، وفليفلة خضراء على الداير، وحتى ترانشات بصل وينشو وياخدوا حروقة من الفرن، فعلا بيطلع ولا أطيب. تحياتي، بودعكم.